سوما ادخلي نامي، مش محتاجاكي. اوكي مدام. اهلا 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 اهلا. ايوه يا بسيوني، طمني ايه الاخبار؟ بكره هنتقابل في نفس المكان، تكوني محضره لي باقي المبلغ كله. يعني هتخلص الليله وبكره سمعني اخبار كويسه؟ اخلص؟ اخلص دي ولا مؤاخذه. انا هاخد بقيه فلوسي كلها عشان استر عليكي وما بلغش عنك بالتسجيل اللي معايا. حاكم بقى العبد لله اللي انت مفكراه قتال قتله. سجل كل حواراتك معايا. ها؟ يذيع ولا ملوش لزوم؟ انا هقفل دلوقتي وابعت لك التسجيل على الواتس عشان تتاكدي. بكره الصبح بقى لو الفلوس دي ما وصلتنيش. انت حره يا مدام، فهماني؟ يا ابن الكلب يا واطي، يا ابن الكلب. لو خلصتني منه الليلة بكرة الصبح بقيت المبلغ هيبقى عندك. يوش 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 يا مدام، الموضوع عايز رصدقة، ده قتل مش لعبة. لا مفيش وقت، ده واحد عايز يهد حياتي، هستنى لحد امتى؟ يا ابن الجزمة، يا ابن الجزمة، يا ابن الجزمة، عملت لك ايه؟ عملت لك ايه عشان تعمل فيها كده؟ يا ابن الجزمة، يا ابن الجزمة. طب وبعدين؟ مش عارف. امال مين اللي هيعرف؟ انا كنت فاكر انها تقتنع بكلام البت والموضوع هيعدي وخلصنا. تتفلق، تقتنع ما تقتنعش تتفلق. تحب اروح اقول لها ان انا كنت احط لها هي السم في العصير وكنت قصدي موتها هي؟ تحب؟ بلاش جنان يا غاده، البت دي لو اعترفت ان انتوا كنتوا متفقين مع بعض هتبقى مصيبه. عشان كده عايزك تروحي لها الصبح واردي عليها فلوس اكتر. اهم حاجه انها ما تغيرش ولا كلمه من اللي قالته. انا اللي رايحه ولا جايه؟ كفايه بقى بهدله، كفايه بهدله وقله قيمه، كفايه اللي بتعمله فيا، مش كفايه طردتني عشان عايز نعمل ايه تاني؟ يا غاده لازم نتصرف بعقل، يا اما كده يا اما نروح كلنا في داهيه واولنا انت. انا مش فارق معايا اي حاجه، انا كل اللي فارق معايا انت وبس. خلاص يا غاده اعملي اللي بقول لك عليه، وانت كمان لازم تدور وراها خصوصا بعد اللي حكيته لك. منار وراها سر مش مفهوم، في حاجة غريبة، وأنا شخصيا أحاول أوصله بطريقتي. طلباتك أول حاجة أنت عارفاها كويس. سيبك من أول حاجة، خليك في تاني حاجة. عربية الباشا جوزك. يعني إيه عربية الباشا جوزي؟ هنبدلوها مطرح السكوتر، بس هنشتغله على تقيل، خلصانه بحصانه على قديمه. بت انت اتجننت؟ انت عايز نرجع للقرف اللي كنت فيه؟ بلال القرف، احنا نروح القناطر نقعد لنا سنتين ثلاثه اربعه نتشمس ونلبس الجلابيه البيضة. ما هو انا لو رحت القناطر انت هتروح طره. ليه يا اختي؟ هو انا اللي زورت وكتبت مكان عزه منار بتصحي يا وزه؟ على فكره منار دي تبقى اختي. لا يا شيخه، اختك في الرضاعه ولا في الله؟ ده اختي بجد، بنت السلطان. طب وايمانات المصطفى؟ انا كنت فاكر ان السلطان ده خاطفك او خدك خلاصه حق. او تسيقين وتمسحي له البيت تبقي معاه يعني. ابقى معاه عشان ربنا يبتليني بالاشكال الوسخه اللي زيك. واحنا في المكان النظيف ده تقولي وسخه؟ الله يسامحك. انت ايه يا اخي؟ انت شيطان مستكتر عليا انضف؟ عايز نفضل عايشه في الهم والقرف بتاعك ده؟ يا اخي ما تبعد عني وتحل عن سمايا. حرام عليك يا حم، اعمل حاجة واحدة كويسة تقابل بيها ربنا. أنا ما صدقت، صدقت أعيش لي يومين وأعوض بيها سنين المرمطة اللي كنت فيها. تراني تأثرت، صدقت دمعة كانت هتنزل من عيني.
بس حمو الرحمن ما بعيطش. طب بص يا حمو، انا مش هستغل عربية حسين، ومش ههرب مخدرات، ومش هسمح لك تهد حياتي، ولو حكمت ان انا اقتلك هقتلك. ما تعرفيش انت بقى على الفاضي يا بنت. وبعدين اهون عليكي؟ ما انا هونت عليك. ده انت لا عملت لا حساب لا العيش ولا الملح ولا العشره. عارف يا حمو، انت لو بتحبني بجد زي ما بتقول تتمنى لي الخير. الخير معانا يا بنت، اسمعي كلام ما تطلعيش من ايدي. بقول لك ايه، انا هتكل على الله دلوقتي، مش هستنى كتير، الرد يجي لي بالليل. لا بعد الشر لا.